الرجل هذا التمسنا فيه أشياء غريبة لم نراها ولم نسمع بها في قصص بصراحة حتى ولا في تاريخ. شاب صادق أمين، يحب الدراسة، يحب الأصدقاء، قلبه صافي، شخصيته طيب وحنين، وأنا وياه قصدي عليه روس بعض، ما يتعاملش بعنف ولا عنده العنف، عنده الطيبة وعنده الحنية، أسلوب المرن، ما عندهش القصة ولا التعامل، يعني حتى حديث معاه ما يطولش قصدي، يعني ممكن نسيبي 8 سنوات ما أدواش غاية تبني أتكلم. أنا ورامي زعبي يعني روس بعض طبعا، بالنسبة للسن فرق سنتين، ولكن بالنسبة للقراية والدراسة فرق بيني وبينه عام واحد، إنه هو مواليد 79 شهر 11 وأنا مواليد 81 شهر 2. قروا مع بعض في حيدر، وقروا مع بعض في وريت، وكانوا يمشوا الصبح مع بعض ويروحوا مع بعض، لكن بالنسبة للدراسة طبعا رائف يقرأ بروحه ورامي يقرأ بروحه، ما كانش ميوله رامي للعب أكثر، يعني كان يطلع يعني يترفه شوية ويتنفس شوية، لكن أكثر ميوله كان هو مثلاً يقعمز لقرايته، يحب يقرأ هلبة يطلع، عندي الوالد حتى أنا كان يطلع كويس، كان يجيب في كتابات قبل، من أحسن الكتابات كان عند والدي كتاب زمان ليه هلبة أجزاء، هي سلسلة متواصلة، كان اسمه الكتاب سين جيم، كان ملم لجميع الأمور معلومات عامة، كان ديما رامي يعني يفتح الكتاب ويقرأ. عاش طفولة مليئة بالجد والاجتهاد، أظهر نبوغه الدراسي باكرا، ففاق أقرانه على مقاعد الدراسة ليكمل مسيرة العلم والتفوق على مراحل دراسته الأخيرة. كان مجتهد في قرايته الحمد لله، كان يقرأ هو وأصحابه ويمشي للجامعة وليه غاية ما تخرج الحمد لله. بعدين خدم في شركة لبيانة، خدم في شركة لبيانة فترة من الوقت، وبدأ يطلع للمدن الليبية، شحات، راس أحلال، سرت، سراتة، بنغازي، طبرق، يعني سبها، كل مكان قاعد يوقف شويه ويخدم في شبكات وتوصيل شبكات واتصالات والامور هي بتاع التغطيه. طبعا يحب الشطرنج هلبه، هو يعني مولع بيه هلبه، يحبها هلبه ويربح فينا كلنا، ما في ولا واحد ربحها، يحب الالعاب من هو صغير، يحب الالعاب بتاع التركيب، يحب الالعاب، ابوي الله يرحمه كان يجيب في المجلات بتاع الالعاب الكلمات المتقاطعه، يحب يحلها، يحب يتعلمها من ابوي، أي حاجة فيها تفكير يحب يخش فيها. تعلق منذ نعومة أظفاره بلعب الألغاز، داعبت أناميله بيادق ودمى الشطرنج، تعلم منها كيفية اتخاذ القرارات الصعبة لحسم الأمور، كان منها قراره في مرحلة الثورة عام 2011. في سنة 2011 في شهر 3، طبعا هذه الخلفية اللي نعرفها عليه بالذات في الشهر هذا، انشقوا على الشركة هو وزملاه، وطبعا لما قامت الثورة انتفضوا زيهم زي أي شباب ليبيين، ولكن كانت في مضايقات طبعا من النظام السابق اللي كانوا مهيمنين على الشركة باعتبار أنهم مهندسين اتصالات و فكانت عليهم يعني حاطين عليهم العين، يعني لأن مجال عملهم صعب شوي. في سنة 2011 جانا قعمز معانا، قال في فترة الثورة، بداية الثورة يعني في شهر 5 قعمز معانا وقال لنا احنا يطرح علينا، لأن بحكم احنا ساكنين في عمارة واحدة وسكن العائلة كلها، بوي واخوتي كنا احنا كل واحد بشقته، قال لنا راه وانا بهذا الوضع ما مش قادر يتحمله طبعا هو،
ووضع البلاد لما كان في بداية الثورة، وراه بيمشي بيلتحق بالثوار في الزنتان. جانا للحوش وقال لنا نبي نلتحق بالثوار في جبل، وكلم أمي بحكم الوالد كان مريض هلبة الفترة هذيك، كان تعب كان راقد في مصحة، فما فيش إلا أمي هي في الحوش، وكان يبي ياخذ منها الإذن. فجاي قعمزنا مع بعضنا فهمنا، قال لنا راهو بنلتحق بالثوار وبالثورة وانا خايف عليكم، فيا لازم يا تجوا معي يا تقعدوا في مكان آمن يعني باش ما يصير لكمش ضرر، لأن الموضوع ممكن اللي كان بيدينا هو ما هدرسش عليه في حد ذات الموضوع، لكن قال لنا موضوع يعني يمس هلبة الدولة. طبعا صارت مضايقات لرامي الله يرحمه. جوني طبعا أنا في ناس جتني هنا في البيت، طبعا شو لبيتهم هم الأول وشبوه اللي هو في شارع مصران، كانوا يدوروا فيه يعني بمعنى أصح. جونا للحوش كتايب، طبعا في الأول هم ما داروش الاقتحام لا شيء، كلموني اتصلوا بيا وجوني لعند باب الحوش، مشيت معاهم داروا معي تحقيق وقالوا لي كيف ومش عارف وين وكذا، وقلت لهم أنا ما نعرف شيء، وخاصة انتهت هذيك في 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 مكانها يعني اللي هو داره يبوه خلاص، واول ما يجي مفروض تسلموه ولا هو يسلم نفسه. اتصل بي رامي من تونس، طبعا انا ما ندريش عليه مشيت تونس ولا اسرته تعرف انه هو في تونس، فقال راهو انا في تونس، انا نبيكم تجيبوا لي صار باي طريقه وجوزتي. كثير العمل في صمت وسريه تامه بعيدا عن الاضواء. أقرب الناس إليه لم يعلموا سبب ملاحقة كتائب القذافي له، ولكنهم أدركوا السبب عندما علموا كيف استطاع بحرفيته فصل شبكات التنصت والمراقبة وتتبع اتصالات الثوار. طبعاً أنا ما نعرفش معلومة تامة أن أول ما خش الجبل شن كانت وظيفته، لكن بس اللي كنت نعرفه أنا واللي هو هدرز لي عليه واللي يعرفوه حتى يعني الرفقاء الواجب اللي كانوا معاه، إنه هو أكثر وظيفة كانت ليه الاتصالات. عندي صور ليه إنه هو لما كان يوصل في أجهزة تيكواكي، أجهزة الاتصال اللاسلكي. رامي ما عادش عندنا عليه أي خبر عليه، مجرد ما نزل الزنتان من قبل رمضان، نذكر فيه إحنا رمضاننا في تونس، انزل للزنتان وإحنا جينا لطرابلس، موضوع غامض مختفي ما نعرفوش عليه حتى حد. مش كل شيء تقدر تعرفه عليه رامي، أو أقرب الناس ليه مش أي حد يقول لك أنا قريب من رامي ونعرف عليه كل شيء، لأن رامي تقدر تقول صندوق أسود أو كنز أسود صعب إنه ينفذ. في التحرير اتصل بي رامي فاشل حالك تمام 100% الحمد لله، رحنا نازلين واليوم إن شاء الله بإذن الله نوصله. لما وصلوا هنا تلاقيت معاه، والفترة هذيك كان الوالد متوفي وما حضرش الأعزاء، فكان متأثر هلبا. جاني في الليل وقال لي نبون لما وصل قال لي نبون نمشوا وين تفنتوا بول، فقلت له ليل والأمور ما زال مكنش مليحة يعني طريق مش آمن وكذا واحد، فهيك هدا شوية وكانوا معاه ضيوف. جاي معنا للحوش وجاي معنا صديق ليه لكن مش من سكان طرابلس. تفاجأنا أن رامي الحمد لله يعني خش علينا، يعني تفاجأنا يعني كانت مفاجأة سارة بصراحة يعني. بعد التحرير عاد رامي إلى سابق عمله، وهو على قناعة راسخة أن بناء الوطن والدفاع عنه يكمن في مزاولة عمله السابق متمثلا في شركة الاتصالات. بعد 2011 رامي وقتها كلها كرسه للخدمته، قليل نادر تتلاقى مع رامي، حتى لو تلاقيت مع رامي نص ساعة ربع ساعة وما تاخدش منه 10 كلمات ورا بعض. في الفترة الأخيرة هو طبعا مش فاضي لا بصغارة ولا بخوته، كان ديما مشغول أكثر الأحيان يعني في الشغل، حتى ولو يجي متأخر شوية هكي من الوقت كله في شغل. يعني كان من شدة حبه لوطنه حتى نسى أهله، نسى أهله، نسى أطفاله، نسى ولم ينسى الوطن. بدت عند الخدمة هي استلمها هو، وكانت خدمة صعبة هلبة عليه، وكانت تعبها هلبة لدرجة أنه هو يقعد مرات باليومين ثلاثة ما يروحش الحوش وما يرقدش.
كان حتى لما يروح ممكن ساعة ساعتين يصير له مكالمة تليفون يطلع. استمر في نفس العمل النضالي تجاه الوطن، قصدي معاش وقف والله خلاص، يعني كل الاتجاهات اللي لها علاقة بليبيا وبتحرير ليبيا يعني كان من ضمنها. بدأت رحلة رامي الأمنية في تتبع الجناة والمجرمين والإرهابيين في ليبيا عبر مراقبة الاتصالات حتى يتم تقديمهم للعدالة ويقضي في حقهم القضاء. أخونا رامي كان ليه دور بارز في إظهار التنظيمات الإرهابية أو بما يسمى تنظيم داعش، اشتغل شغل كبير عليه الموضوع هذا، هو ورفاقة مجموعة كبيرة كانت من الرفاق، ولكن هو كان بصراحة الرجل خلي نقوله هو الأب الروحي للفريق. كان أي حد مثلا مخطوف أو أي حد كذا كان يتواصلوا معاه، وكان هو ما يخافش الحق، كان يتبع في الأمور هي، وكان يعني معظم الحاجات اللي توصل فيه هو يطلع فيها. كان ليه الفضل من بعد رب العالمين أنه هو يكتشف خلية داعش في ليبيا، وأول من نبه عليها وأول شخص تعرف على مجموعة دواعش وتعامل مع المؤسسات الحكومية المسؤولة في الأمور هذه في الدولة. كانت فيه ناس مخطوفة وناس كذا، هو هدف مجال عمله، فكان يعني يحددوا في مواقع وكذا ويجيبوا في الناس المخطوفة لما لها يعني شغله. نشهد بالله أن الرجل هذا سواء كان وطني أو إنساني ما قصرش. أول عملية خطف اكتشفها أخونا رامي كانت في بداية 2013، في شخص من المدينة السياحية، والده كان تاجر ذهب، هذه أول عملية نسمع بها وأول عملية تشتغل فيه طرابلس. كان لي الفضل أن اكتشف عمليات تفجير، أن هي السفارة الإيطالية أكثر من التفجير كان صاير هنا تبع دواعش، كان يعني يطلع في الحلقة المفقودة كان يطلع فيها ويعني يكتشف الفاعلين الجريمة. حرصه على سمعة الوطن دفعه من خلال مهنته إلى تتبع شبكات الخطف والابتزاز التي نالت من دبلوماسيين أجانب ومن بعض العمال والوافدين. صارت في أحد العمليات مجموعة كانت من تقريبا من الصين وخطفت حتى هي في الصحراء، فكان صعب العثور عليها، فاشتغل عليها أخونا رامي رحمة الله عليه، اشتغل عليها شغل نتذكره كان حوالي 3 أو 4 أيام ما رقدش. في واحد كوري أو ياباني تقريبا هذا نفكر فيه، حتى هو طلعت تصويره في وسائل التواصل الاجتماعي، فقال أنا فها، هو اللي طلع الموضوع. يعني الحاجة بعد ما تكمل وبعد ما كل شيء يجي يقول أنا هي فها ودرت 1 2 3. بصراحة ما يحكيش رامي في شغله ولا حتى حاجة، واني حتى اندهشنا في التلفزيون لما جابوه وقالوا مش عارفة عقيد ولا حاجة، أول مرة نسمع بعد وفاته. مكرس نفسه وشغله لكل العمل الوطني فقط يعني لا غيره، حتى صاره وانا موجودين صغيرين يعني قصدي كانوا يعني مشتاقين لي شوفت الرجل هذا. بعد ان بدات عمليه البنيان المرصوص لم يتوان رامي زعبي عن لحاقه بركب العمليه التي تهدف الى القضاء على تنظيم الدوله في ليبيا، لا سيما انه كان على خلفيه به وسبق له ان تتبع بعض عناصره. كانت عنده كلمة يقول فيها حتى بينه وبين أصحابه، يعني نعرف بها فترة الأحداث، يعني لما تبدأ حاجة مش مليحة هلبة لي يقول هذه مش مبارتي. بس لما قامت عملية البنيان المرصوص وحرب على الدواعش فرح بها هلبة،
بدا يعني حتى لما يكلم فيي انا يقول لي الحمد لله مبارتي جت. فجاه الرجل جاء هيك يوم قال لي ماشي لي سرت شنو رامي. قال لي عم مجيد انت عارف موضوع الدواعش وموضوع كذا موضوع الحكايه راهي مدينه واحتلوها. التحقنا بالبنيان المرصوص في بداياتها الحق يعني. ورجل طبعا كان عليه خلفيه في ما يتعلق بالتنظيمات الارهابيه وطريقه عملها وتفكيرها. كان من ابرز القاده حتى في البنيان المرصوص حكم مسك قسم ملف السيطره والتقنيه في عمليه البنيان المرصوص. كان بدايه العمل متاعه عمل امني صرف، ولكن هو رجل اشتغل في وقت القتال في افتتاح جبهه تجاهو الاول في شغل تحليل المعلومه وجمع المعلومه والتحقيقات وهو الاول وهو المتفوق فعلا كان، ورجل نبه وذكي جدا. كان في سرت في حرب البنيان المرصوص 5 أيام او 6 أيام قطعت الاتصالات معه، فما قدرناش نوصلوا له، او بالاحر يعني نتصلوا بتليفوناته ما كانتش في تغطيه في الجهه اللي كان متواجد فيها. فبعد 5 أيام انقطعت الاتصالات. يوم نفكر فاحنا مقعمزين نستنى، فما كانش في البال يعني انه هو بيجي. احنا مقعمزين في الحوش خش علينا لابس بدله سائقه واحد نضنا، احنا فرحنا به الحق وكذا، وقعمز وقعد يحكي لنا وشن صاير وكيف والحرب، ومعناها وقت من مره قريب جت فيه رصاصه ويضرب المدرعه، ومره في رمانه جت في حجره رمانه طاحت لك ما طربقت جابها معاه. كان في اقتحام هي نخش انا وخرت بصراحه، قلت انا مانيش خش. هو شخصين طلع لي وجهه اصفر الراجل، قال لي كنت نجري خشيت في الحيط خير، قال لي حذفوا علينا رمانه. طلع لي واحد من تنظيم ما يسمى بداعش حذف عليهم رمانه، هو 3 أنفار طاحت في حجره سبحان الله ما تفجرتش. انتصرت عملية البنيان المرصوص بالقضاء على تنظيم الدولة، وكان من أبرز القادة المقاتلين الذين شاركوا في العملية. رجع رامي من سرت إلى طرابلس، لكنه هذه المرة بغير عافيته السابقة التي خرج بها. الأيام الأخيرة قبل يتوفى ديما يفكر حتى يخش الحوش السلام عليكم، ولكن ديما هو سرحان. بدت ملامح رامي غير رامي الأول اللي تشوفه. هو كان في السابق يشتكي عنده ضعف الكلى، صار له التهاب في فمه وطلعت له حبة كحلة في لسانه، كانت متعباته هلبة ما تخليش فيه يشرب ما تخليش فيه ياكل، متعصب منها. لقيتها تعبان شوية، لقيتها يعني مش هاد الفراش، لقيتها كان في عيادة ومروح، فقال لي قلت له لاباس يا رامي، قال لي عندي فطريات في فمي. قلت له انت ضروري تعاين، وانا طبعا قبل كنت مريض نفس المرض وكان عندي التهابات وكان عندي كذا، ومشيت لتونس وعالجته ومشيت اموري الحمد لله تمام، وروحت وقلت له برا لنفس الدكتوره واعطيتها النعته بالضبط ورقم التليفون. وصل الغادي بالسلامه الحمد لله، كلمنا طمنا، واليوم قال انا وصلت اموري كويسه الحمد لله. يوم السبت كان عنده موعد تحاليل، خش العياده دار تحاليل وطلع، كان معاه صاحبة اسمها عمر. دكتورة اتصلت بعمر قالت له الشخص اللي دار التحليل توا قاعد بجنبك، قالها ايه بجنبي، قالت له هذا لازم ترد للمستشفى توا ضروري، راهو تحاليله مش مزبوطة يعني، هذا كيف قاعد حتى قاعد يمشي على رجليه. اتصلوا بينا قالوا لنا راهو رامي حالته تعبة، راهو رايح المستشفى، بدت عنده حرارة، بدي عنده دم ينزل هلبة، يعطوا فيه في دم يزيدوا فيه في دم يزيدوا فيه في كذا حرارة، رغم احتمال ممكن بنسفروه يعني خارج تونس، رغم نجروا على سفرة للنمسا نشوفوا موضوعه، احتمال ضمور في النخاع، احتمال لوكيميا، يعني موضوع مش طبيعي. اتصلوا بدكاترة في النمسا ودولة موضوع السفر ما سفر، طبعا هذا كله مجهود أصدقاء. قلت لهم خير جت الساعة 11 والطائرة ما طلعتش، كل مرة يقولوا الطائرة بتطلع والطائرة ما زال ما طلعتش.
بعد جهود الأصدقاء والمقربين من رامي الذين انطلقوا به من المستشفى إلى المطار كي يغادر للعلاج في النمسا، وكان يحدوهم الأمل بعودته قريبا، ولكن حدث ما لم يكن في حسبان أحد منهم. هذه فازعة، ما فيش منها بكل. أنا كنت نستنى في الطائرة، طالع من الباب نشبح ولاد اسمها مر مقام زكي، ولاد تاني اسمها الحبتي، جاني وقف علي قال لي راو لا إله إلا الله، قلت له محمد رسول الله، قال لي عودها تاني. أنا برضو ما مش فاهم إنه يعني هو كان يبلغ فيه أن لا إله إلا الله، كان من رامي توفى أو شيء، فوالله ما فهمت الحق. قعد يعود لي فيها شدني قعد يبكي قال لي راو رامي مات، وحدت الله رب العالمين، دعيت له بالتبات عند السؤال. يوم الأربعاء اتصل بي رياض كلمني قال لي راو أخوك مات. جاء واحد من أصحاب محمد صاحبي هنا قال لي أنا عم مجيد أنا معطيك عمر، جاء الخبر اللي هو وفاة أخونا. بصراحة خلينا نقوله كان خبر وفاة الوطن بالنسبة لي يعني. رائف ما قدرش طبعا يقول لي في الأول، وبعدين خش على طول قال لي راهو رامي توفى، بدل ما الطائرة يقولوا وسط قالوا خلاص رامي توفى. رامي أحد رجال الخفاء الذين رحلوا إلى دار الخلد، وقد ترك لنا من ذكراه تضحياته وجهاده وأبناءه الأربع ميار، ميرا، ماريا وعبد الرحمن. بابا كان بطل وكان يصلي وكان كان إنسان صادق في حياته، وعلمنا سورة الملك وديما يصلي بينا في الصباح، وبطل هلبة هلبة، إنسان صادق وكويس في حياته وحياة وعشنا معه حاجة حلوة. بابا بطلي وبطل الوطن.